خلاص يا جماعة، احنا بنودع الشهر الكريم، لكن لسه عندنا كلام كتير جدا عن أجواء رمضان في مصر، مختلفة دايما في مصر عن بقية الدول. والحقيقة ان احنا لما نيجي نتكلم عن الأجواء لازم نتكلم عن أجواء رمضان في القاهرة التاريخية، حي حسين، خان الخليلي، مسجد السلطان حسن، مسجد عمرو بن العاص. كل هذه المناطق في مصر القديمة ووسط البلد بيكون ليها أجواء رمضانية مختلفة، هنشوفها من خلال هذا التقرير. تتألق ليالي رمضان وأيامه في مصر بأجواء خاصة في مناطق القاهرة التاريخية، والتي تجعل ليالي هذا الشهر أكثر دفئاً وبهجة مع الاحتفاء بالطقوس الرمضانية. ويعد مسجد ومدرسة السلطان حسن من أجمل المعالم التاريخية والمميزة في أجواء ساحرة من شهر رمضان، وحيث يعود إنشاء هذا المسجد إلى العصر المملوكي في القرن الثالث عشر. يتمتع المسجد بعمارة إسلامية متفردة، ويتميز أيضاً بموقعه وسط مجموعة من أشهر المعالم الإسلامية. ويعتبر حي الحسين واحداً من أهم الأحياء التاريخية في القاهرة، والمميز بأجواء رائعة خلال شهر رمضان. وبالتأكيد من أشهر معالم حي الحسين هو مسجد الحسين الأثري، الذي تحيط به أجمل المقاهي التاريخية المثالية لقضاء ليالي رمضان وسط أجواء روحانية ساحرة في الشهر الكريم. خان الخليلي يعتبر من أهم الأسواق التاريخية والوجهات السياحية في الشهر الكريم، فهو بازار عتيق يعود للعصر الفاطمي، ويتميز بالعديد من المباني الأثرية والمحلات التي تبيع المشغولات اليدوية والهدايا التذكارية. ويعد جامع عمرو بن العاص من أهم المساجد التاريخية، التي تشهد إقامة صلاة التراويح والاحتفال بليلة القدر وسط أجواء روحانية خلال الشهر الكريم.